تم اليوم افتتاح صالون ميديا الأمازيغي للفن التشكيلي في طبعته الثامنة تحت شعار اللمسة الفنية تحتفي بالسنة الأمازيغية، وهذا بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين من 19 ولاية وكذا تونس الشقيقة وضيوف شرف من فلسطين ومن سوريا، كما كذلك تم عرض ما يقارب 180 لوحة فنية بالإضافة إلى 26 منحوتة تروي الفن الموروث الفني الأمازيغي.